لماذا تفشل خيارات السلام في اليمن؟ الأطراف اليمنية لا تؤمن حقيقة بجدوى السلام والتسويات السياسية. أن اليمن مقسمة ما بين الشرعية والمجلس الانتقالي. اليمن الآن مقسم بين 4 قوى أساسية متواجدة على الأرض. الدور السعودي في دعم الشعب اليمني. لولا الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية كان الأمر سيكون كارثيا بشكل لا يتخيله أي إنسان. لماذا لا يسمح الحوثيين بصيانة سفينة النفط الصافي؟ لأنهم أساسا قد أفرقوا النفط الخام وقاموا ببيعه ولا يريدون أن يفتضح ذلك الأمر. تركيا لها أطماع في اليمن، لديها أجندة في اليمن ويستهدف دول التحالف العربي.